السلام عليكم، مرحبا بكم يا أصدقائي في هذا الدرس الجديد على قناتكم نيرا انفورماتيك. بصراحة أنت محظوظ جدا لأنني سوف أعطيك تطبيق خرافي جدا والذي ينافس الفيسبوك، اسمه بالو كما تشاهدون يا أصدقائي. هذه واجهة التطبيق، هنا تستطيع البحث عن أي أصدقاء في العالم، أي بلد، والأصدقاء الذين هم مفتوحين حاليا في التطبيق. وهنا تختار السن، أصدقاء من 18 إلى 20 سنة أو 30 أو 40 كما تحب. هنا نختار الولاية التي نبحث عنها، مثلا باريس. هنا نختار في أي الفتيات الحسنوات هكذا. وكل الأصدقاء، عفوا، كل الأصدقاء الذين عليهم خانة خضراء هم مفتوحين حاليا ولديهم صور شخصية لهم بالطبع هكذا. ترون صور أغلبية يضعون صورهم. مع العلم أن هذا التطبيق قاموا بتحميله أكثر من 100 مليون مرة على متجر جوجل بلاي، لأنه تطبيق جد رائع صدقوني أصدقائي. لكل من يشاهد الفيديو لا تنسى دعمنا بلايك والمتابعة في القناة لكي تتوصلوا بكل جديد التطبيقات. من لديه أي تعليق أو أي استفسار يتركه في الأسفل. هنا الأصدقاء كما ترون، وحتى ولايتكم موجودة هنا. بما أني أسكن في ولاية وهران الجزائر، سوف أختار وهران كما ترون. لنرى الأصدقاء. نعم، يوجد أصدقاء في ولايتي، سبحان الله، كلهم الأغلبية مفتوحون هكذا. أرسل لها قلب، عندما ترد علي بذلك القلب أستطيع التحدث معها هكذا. هنا خصوصيتها، لديها رقم هاتف وتتكلم الفرنسية. هذه خاصية جد رائعة، عند وضع ولاية اضغط على بروكسي كوميتي. أيوة، إيش معناتها؟ أي تجد الأصدقاء القريبين منك جدا بالتدريج، 5 كيلومتر، 10 كيلومتر، 50 كيلومتر. هذه خاصية أخرى، تستطيع وضع بث مباشر أو مشاهد بث مباشر لأجنبيات حسنوات. والله تطبيق يعجبني كثيرا. هذه خانة الرسائل، تستطيع أيضا تعرف من قام بزيارة البروفايل. هنا البروفايل الشخصي. هذا هو التطبيق. لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو، أرجو أن النشر قد أعجبكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد تطبيقاتنا.